السلام عليكم. حلقة اليوم هي الجزء الثاني من حلقتين لتقييم سوق الانتقالات الصيفية للأندية العالمية في الدوريات الخمس الكبرى. يعني بعد ما تحضر حلقة اليوم، إذا ما كنت حضرت الحلقة الماضية لازم تروح تشوفها لتعرف مين هو أفضل فريق حصل على تقييم من 10 لسوق انتقالاته الصيفية. كل نادي راح نعطيه تقييم من 10 قياسا على قوة الصفقات القادمة والمغادرة، يعني اللاعبين المستقطبين واللاعبين اللي هنا خرجوا. راح نستلم نادي نادي. هاي الحلقة والحلقة الماضية اللي سبقتها هي الدليل الشامل والكامل لسوق الانتقالات الصيفية. في حلقة اليوم عندنا 9 أندية، وهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وانتر ميلان وليفربول وباير ليفركوزن واي سي ميلان وتشيلسي ونابولي. وفي الحلقة السابقة اللي اوعى تكون فاتتك، قيمنا سوق الانتقالات الشامل للأندية التسعة اللي هم مانشستر سيتي وبرشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس واتلتيكو مدريد وارسنال وتوتنهام وروما وبروسيا دورتموند. لا رحمة ولا شفقة ولا مجاملات ولا محاباة في التقييم. جاهزين للعبة؟ يي ما عملت لايك حتى الآن ليش؟ وبسرعة بعد لايك اشترك بالقناة من الزر الأحمر المجاني. لحظة، وصلني خبر من الجبل الأسود إنه بتفوتك بعض الحلقات. تعرف ليش ضعيف؟ لأنك مش مفعل جرس الإشعارات. لما تكون مفعله على كل إشعارات طبعا رح توصلك الحلقات اللي عندك أول بأول، ما رح تفوتك ولا حلقة، جسمك صغير. تعال أن نستمتع بالصفقات ولغة المال والتقييمات. جاهزين؟ انطلقنا. نبدأ مع الدوري الفرنسي. ما زال يبحث الدوري الفرنسي عن واجهة جديدة بعد فقدانه للثلاثي ميسي ونيمار ومبابي. أكيد رح نتكلم عن باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اكتفى فقط بأربع صفقات، بس ثلاث منهم برأيي كانوا صفقات من العيار الثقيل. باريس تعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي جواو نيفيس من نادي بنفيكا مقابل 60 مليون يورو، وتعاقد مع الجناح الرائع الفرنسي ديزيري دو من نادي ستاد رين مقابل 50 مليون يورو، وتعاقد كمان مع المدافع الإكوادوري ويليام باتشو من إنترخت فرانكفورت مقابل 40 مليون يورو. والصفقة الأخيرة كانت الحارس الروسي مات في سافانوف، جابوه من نادي كراسنودار الروسي مقابل 20 مليون يورو. هذا فيما يخص الذين جاءوا. أما فيما يخص المغادرين، فبالإضافة للراحل الأبرز عن صفوف الفريق قائده وهدافه ونجمه كيلين مبابي الذي رحل بشكل مجاني لريال مدريد، ركزوا بشكل مجاني خرج. فبالإضافة لمبابي استطاع النادي بيع بعض اللاعبين، وهم متوسط الميدان الأوروغوياني مانويل أوغارتي باعوا لنادي مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، وباعوا كمان مهاجم النادي الفرنسي هوغو إكيتيكي مقابل 16.5 مليون يورو، كما باع النادي لاعب خط وسطه ومدافعه البرتغالي دانييلو بيريرا لنادي اتحاد جدة السعودي مقابل 5 مليون يورو في صفقة كبيرة للنادي السعودي، والذي يعتبر بهكذا ضم لاعب يشغل مركزين بكفاءة عالية. فيما أعار النادي الباريسي السداسي اللاعب موكيلي الظهير الأيمن لنادي باير ليفركوزن، والظهير الأيسر إخوان برنات لنادي فياريال الإسباني، ولاعب خط الوسط كارلوس سولير لويست هام الإنجليزي، ولاعب خط الوسط الإيطالي شيرين دور والذي يلقب ببوجبا الجديد أعاروا لنادي بشكتاش التركي، ومتوسط الميدان اللاعب البرازيلي موسكاردو لنادي ستاد ريمز، والبرتغالي ريناتو سانشيز لنادي بنفيكا دخل كجزء من صفقة نيفيز، وأخيرا رحل عن صفوف الفريق بشكل مجاني كلا من الحارس الأسطوري كايلور نافاس والظهير الأيسر لايفن كورزاوا. بالمجمل النادي أنفق على شراء اللاعبين 170 مليون يورو، فيما حصل على 71.5 مليون يورو من المبيعات. إذا الصافي هو سالب 98.5 مليون يورو. تقييمي لسوق انتقالات باريس هو 5 من 10 فقط. يمكن نادي أصلح بعض مشاكل في بعض المراكز، لكن أعتقد أنه خسرت لمبابي مجانا تعتبر صفعة مؤلمة وقوية جدا، والأسماء اللي رحلت برأيي أقوى من الأسماء التي جاءت. أضف إلى ذلك الفريق ما جاب مهاجم جبار، إذا موضعنا في عين الاعتبار أنه غونشالو راموس مهاجم الفريق أصيب ويمكن يغيب عن الملاعب لمدة 3 شهور. تعال ننتقل للدوري الألماني. في سوق الانتقالات في البوندسليغا لا صوت يعلو على صوت البايرن، وكالعادة نادي بايرن ميونخ اعتاد أن يكون الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات في ألمانيا. ففي سعيه لاستعادة اللقب الغائب عنه والذي سرقه باير ليفركوزن اللي رح نحكي عنه كمان في حلقة اليوم، نادي بايرن ميونخ تعاقد مع المدرب البلجيكي كومباني والذي منحه النادي فرصة العمر للتنافس على أعلى المستويات. وحسب ما قيل، فقبل تعيين كومباني نادي بايرن ميونخ اتصل بمين؟ بمدربهم السابق بيب غوارديولا. سألوه شو رأيك بفينسنت كومباني؟ بيب غوارديولا أثنى عليه أيما ثناء. فيما يخص اللاعبين، فقد تعاقد بايرن ميونخ مع الجناح الفرنسي ميشيل أوليسي من نادي كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو في صفقة أكاد أجزم أنا شخصيا لو تأخرت إلى ما بعد الأولمبياد لارتفع السعر على الأقل كمان 20 مليون يورو، لأنه قدم أداء خرافي الأولمبياد. كما تعاقد بايرن ميونخ مع الارتكاز البرتغالي جواو بالينيا من نادي فولام مقابل 51 مليون يورو، وتعاقد البايرن مع المدافع الياباني هيروكي إيتو مقابل 23.5 مليون يورو، لكن لسوء حظ الفريق تعرض إيتو لكسر في مشط القدم وسيغيب لفترة ليست بالقصيرة. كما تعاقد البافاري مع الجناح الإسباني برايان زاراغوزا من نادي غرناطة مقابل 13 مليون يورو، وتعاقدوا مع المهاجم الألماني أرماندو سيب من نادي غرويتر فورت مقابل 1.5 مليون مليون يورو، والمدافع الإنجليزي إيريك داير وصل بشكل مجاني من نادي توتنهام. فيما باع النادي الألماني كل من مدافع الهولندي ماتيا
ماتياس ديليخت لنادي مانشستر يونايتد مقابل 45 مليون يورو، والظهير المغربي نصير مزراوي مقابل 15 مليون يورو كمان لنادي مانشستر يونايتد، وبيعوا كمان لاعب خط الوسط الامريكي مالك تيلمان لنادي ايندهوفن الهولندي مقابل 12 مليون يورو، وباع الباير الحارس جوهانس شينك لنادي بوروسيا مونستر مقابل 100,000 يورو، كما اعار النادي الجناح الايسر جابرييل فيدوفيتش لنادي ماينز مقابل نص مليون يورو، واعار مهاجم الشاب بول وانر لنادي هايدنهايم، وظهير الايسر فرانز كراتزك لنادي شتوتغارت، واعار زاراغوزا لاوساسونا مقابل 250,000 يورو، وارماندو سيب اعاره لماينز. في المجمل تعاقد النادي مع 6 لاعبين مقابل 142 مليون يورو، وحصل على مبلغ 73 مليون يورو من البيع والإعارات، وكان صرفه بالسالب 69 مليون يورو. تقييمي لسوق انتقالات بايرن ميونخ هو 7/10 فقط. أعتقد النادي كان يحتاج قلب دفاع وجناح آخر، لا يكفي فقط أوليسيه حتى يكتمل الفريق. تعالوا ننتقل لبطل الدوري الألماني البوندسليغا والمفاجأة الأجمل بالموسم الماضي، نادي بايرن ليفركوزن. النادي تعاقد مع الثنائي الفرنسي مارتن تيريه من نادي ستاد رين مقابل 20 مليون يورو، وقلب الدفاع جانويل بيلوسيان برضو من ستاد رين مقابل 15 مليون يورو، كما تعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني أليكس غارسيا من نادي جيرونا مقابل 18 مليون يورو، وأخيراً استعار الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان نوردي موكيلي. فيما يخص البيع، فقد استطاع النادي بيع متوسط الميدان التشيكي آدم هلودزك لنادي هوفنهايم مقابل 18 مليون يورو، وباع كمان المهاجم الإيراني سردار آزمو لنادي شباب الأهلي الإماراتي مقابل 5 مليون يورو، وباع كمان حارس المرمى النمساوي باتريك بانز لبروندبي مقابل 2.5 مليون يورو، والمهاجم الإسباني إكر برافو لنادي أودينيز الإيطالي مقابل نص مليون يورو، كما أعار مدافع الإيفواري أوديلون كوسونو لنادي أتلانتا الإيطالي مقابل 5 مليون يورو، وكذلك تمت إعارة جوستافو بويرتا لاعب ارتكاز الفريق لنادي هال سيتي الإنجليزي. فيما غادر الظهير الأيسر الهولندي تيموثي فوسو مينسا مجانا بعد نهاية عقده. النادي تعقد مع لاعبين بقيمة 53 مليون يورو، وباع لاعبين بقيمة 31 مليون يورو، وبصافي صرف سلبي جاء ب 22 مليون يورو. تقييم لسوق انتقالات باير ليفركوزن هو فقط 5.5/10. الأهم أن النادي حافظ على جميع اللاعبين الأساسيين ودعم 3 مراكز مهمة كان يحتاجها للمنافسة على الدوري، وكل هذا كان في حدود إمكانيات الفريق المادية. إيش رأيكم ننتقل للعملاق نادي ريال مدريد؟ وبدك تتذكر هون أن برشلونة في الحلقة الماضية قيمناه، لا ما راح أحكي لك عشان ترجع تحضرها. طيب، نادي مدريد بالتأكيد في وضع اقتصادي أفضل من غريمه نادي برشلونة، لكن على الرغم من ذلك الريال لم يقم بسوق انتقالات كبير هو الآخر، اكتفى بالتعاقد مع هدفه القديم كيليان مبابي والذي طارده لسنوات وسنوات قبل أن يحصل عليه هذا الموسم مجانا بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان. لحظة، إذا فكر مبابي هو الانتقال الأهم هذا الموسم فأنت غلطان يا صديقي. خذ الأقوى والأدهى والأمر، أبو سروال علي موسى لاعبا رسميا لنادي شباب الأردن. بالإضافة لتفعيل خيار شراء خوسيلو مقابل 1.5 مليون يورو جابوه من نادي إسبانيول، وأكمل النادي التعاقد مع المهاجم البرازيلي أندريك من نادي بالميراس مقابل 47.5 مليون يورو بدون حساب الإضافات، فيما باع الفريق قلب دفاع رافا مارين لنادي نابولي مقابل 12 مليون يورو، والمهاجم إخوان ميلاتاسا مقابل 2.5 مليون يورو لنادي ريال بلد الوليد، والمهاجم خوسيلو بعد ما خلصوا شراءه باعوا بمليون ونص لنادي الغراف القطري، كما تمت إعارة الثنائي رينير لنادي غرناطة وألفار رودريغيز لنادي خيتافي، وأخيرا رحل قائد الفريق ناتشو فرنانديز لنادي القادسية السعودي بصفقة مجانية بعد نهاية عقده، واعتزل أسطورة خط الوسط اللاعب الألماني توني كروس. النادي اشترى لاعبين بقيمة 49 مليون يورو وباع لاعبين بقيمة 16 مليون يورو صبت في خزينة النادي، ويمتلك صافي صرف سلبي قيمته 33 مليون يورو. تقييم السوق ريال هو 8.5/10. أن تأتي بكيلين مبابي مجانا وتجيب الموهبة أندريك وتحافظ على قوام الفريق الأساسي باستثناء فقدانك لكروس كان مؤلم جدا لأنه خرج دون معوض له. بس في إشي، ريال مدريد كان يحتاج مدافع جديد وظهير أيمن. من الصعب الاعتماد على كارفاخال فقط، كارفاخال الآن عمره 32 سنة، أن تكمل فيه الموسم كامل كظهير أيمن ويكون بديله برضه فاسكيز المتقدم بالعمر أظن في خلل. طيب، ننتقل للدوري الإيطالي. مليار يورو هو مجموع ما أنفقته الأندية الإيطالية في انتقالات الميركاتو الصيفي لهذا الموسم. تعالوا أبدأ كلامي عن حامل اللقب الموسم الماضي نادي إنتر ميلان. إنتر ميلان قام بسوق هادئ واقتصر تعاقداته على تحويل إعارات الموسم الماضي لصفقات انتقال نهائي. مثلا لاعب خط الوسط الإيطالي ديفيد فراتيزي والذي انضم للإنتر مقابل 29 مليون يورو
جونجورو من ساسولو. طعني خنجر في صدري مسموم لما سجل في مرمى المنتخب الفرنسي في مباراة الأول من أول أمس. أو مثلا الظهير الأيسر البرازيلي كارلوس أوغوستو والذي انضم للإنتر من نادي مونزا مقابل 13 مليون يورو، وكذلك التعاقد بشكل دائم مع المهاجم الصربي أرناوتوفيتش مقابل 8 مليون يورو دفعات لنادي بولونيا. النادي تعاقد أيضا مع المدافع الأرجنتيني توماس بالاسيوس من نادي إنديبندينتي ريفادافيا مقابل 6.5 مليون يورو. هذا المدافع مشهور بقدرته على المراوغة، وهو أكثر مدافع في العالم يقوم بمراوغات ناجحة. تذكروا الاسم جيدا. إنتر تعاقد كمان مع الحارس الإسباني جوزيب مارتينيز من نادي جنوة مقابل 13.5 مليون يورو. وأخيرا استطاع النادي ضم الثنائي المهاجم الإيراني مهدي طارمي بعد نهاية عقده مع بورتو، ولاعب خط الوسط البولندي زيلينسكي بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع نادي نابولي. أما فيما يخص الراحلين عن النادي، فقد باع النادي لاعب خط الوسط الإيطالي جايتانو أوريستانيو مقابل 4 مليون يورو لنادي فينيسيا، ولاعب خط وسطه الفرنسي أغومي لنادي إشبيليا مقابل 4 مليون يورو، فيما انتقل الظهير الأيمن ماتيا زانوتي لنادي لوغانو السويسري مقابل 2.5 مليون يورو، في حين رحل المهاجم الأوروغوياني مارتين ساتريانو لنادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، وكذلك رحل الجناح الأرجنتيني فالنتين كاربوني لنادي مارسيليا على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، ورحل أيضا شقيق الظهير الأيسر فرانكو كاربوني على سبيل الإعارة لنادي فينيسيا، كما تمت إعارة لاعب خط الوسط المهاجم البلغاري نيكولا إلييف لنادي بوتيف بلوف ديف مقابل 300 ألف يورو، وكذلك أعار النادي الموهبة الشابة ستيفانو إسبوزيتو لنادي إمبولي، في حين رحل الظهير الكولومبي كوادرادو بشكل مجاني لنادي أتلانتا، ورحل أليكسيس سانشيز بشكل مجاني لأودينيزي حيث بدأ هناك في إيطاليا، وبنفس الطريقة رحل ستيفانو سينسي لاعب الوسط الإيطالي لنادي مونزا. إنتر خلال موسم الانتقالات المنتهي اشترى لاعبين بقيمة 70 مليون يورو، واستفاد من بيع اللاعبين بقيمة 13 مليون يورو، وبالتالي صافي إنفاق الفريق هو سلبي بقيمة 57 مليون يورو. وتقييم لسوق انتقالات الإنتر هو 6.5 من 10. الفريق حافظ على اللاعبين الذين قادوا للقب الدوري، لكن لم يتم تدعيم بشكل قوي للمنافسة الأوروبية. ليس ببعيد عن الإنتر، فنادي أي سي ميلان قام هو الآخر بسوق انتقالات متوسط. ميلان تعاقد مع المهاجم الإسباني موراتا من أتلتيكو مدريد مقابل 13 مليون يورو، وتعاقد كمان مع لاعب خط الوسط الفرنسي يوسف فوفانا من نادي موناكو مقابل 20 مليون يورو، لاعب ممتاز. بالإضافة للمدافع الصربي بافلوفيتش مقابل 18 مليون يورو من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، وتعاقد كمان مع الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون رويال من نادي توتنهام مقابل 15 مليون يورو، والظهير الأيسر الإسباني خيمينيز من نادي ريال مدريد مقابل 5 مليون يورو، ولاعب خط الوسط الهولندي سيلفانو فوس من نادي أياكس أمستردام مقابل 5 مليون يورو، كما استعار النادي المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من نادي روما في اللحظات الأخيرة من الميركاتو. أما فيما يخص المغادرين، فقد باع النادي صانع ألعابه البلجيكي شارل ديكتلير لنادي أتلانتا مقابل 22 مليون يورو، ولاعب خط وسطه البوسني رادو كرونيتش لنادي فينرباتشو التركي مقابل 3.5 مليون يورو، ومدافعه الصربي سيميتش لنادي أندرلخت مقابل 3 مليون يورو، في حين تمت إعارة الظهير الأيمن الفرنسي بيير كالولو لنادي يوفنتوس مقابل 3 مليون يورو، وكذلك تمت إعارة متوسط الميدان ياسين عدلي لنادي فيورنتينا مقابل 1.5 مليون يورو، كذلك تمت إعارة الجناح البلجيكي سيل ميكرز لنادي روما ضمن صفقة أبراهام، وتمت إعارة لاعب خط وسط توماسو بوبيغا لنادي بولونيا، والمهاجم كولومبو لنادي إمبولي، والمدافع بيلي جرانو لنادي إنديبندينتي، والجناح الأرجنتيني لوكا روميرو لنادي ديبورتيفو ألافيس، كما غادر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو النادي لينضم لنادي لوس أنجلوس بشكل مجاني هناك في أمريكا ويجامر زميله حبيب قلبي هوغو لوريس هناك. وكذلك رحل قلب الدفاع الإيطالي ماتيا كالدارا وقلب الدفاع الدنماركي سيمون كاير والمهاجم دانيال مالديني كلهم بشكل مجاني. نادي ميلان أنفق 76 مليون يورو على التعاقدات، في حين حصل على 33 مليون يورو بصافي صرف سلبي قيمته 43 مليون يورو. تقييم سوق انتقالات الميلان هو 7 من 10. طيب شو يكون انتقل الآن للجنوب الإيطالي حيث يقع نادي نابولي. نابولي جاءنا بتعاقدات ضخمة لتوفير تشكيلة تنافسية لمدربه الجديد أنطونيو كونتي. نابولي تعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو بونغورنو الذي جاء به من نادي تورينو مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة للمدافع الإسباني رافا مارين جاء به من نادي مدريد مقابل 12 مليون يورو، بالإضافة للتعاقد مع لاعب خط الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي من نادي مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو، ومواطنه بيلي جيلمور من نادي برايتون مقابل 14 مليون يورو، والمهاجم المفضل لكونتي روميلو لوكاكو الذي جاء من تشيلسي مقابل 30 مليون يورو، كما تعاقد النادي مع الجناح البرازيلي ديفيد نيرس من نادي بنفيكا مقابل 28 مليون يورو، واخيرا تعاقد النادي مع الظهير الايسر ليوناردو سبيناتزولا بشكل مجاني بعد نهايه عقده مع روما. اما فيما يتعلق بالبيع، فنابولي كان النادي صاحب اكبر قصه دراميه هذا السوق، وهي صفقه رحيل المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين. فقبل دقائق من تصوير الحلقه كنا نكتب عن بقاء اوسيمين في نابولي، وكان تقييم لسوق الانتقالات اقل بسبب طريقه تعاملهم مع ملفه، لكن في مفاجاه غير متوقعه غادر اللاعب ولوجهه غير متوقعه كمان. ما حدث مع اوسيمين وصفه احد وكلاء اللاعبين بانه اغرب شيء شاهده في سوق الانتقالات في ال25 سنه الماضيه. صفقه اوسيمين واجهت الكثير من التغييرات، فما بين اهتمام كبير من
تشيلسي واهتمام اقل من باريس وارسنال، ثم دخول نادي اهلي جده السعودي والمفاضله بينه وبين ايفان توني. وصلنا للساعات الاخيره في سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى، ولا يعلم احد ما هو مصير اوسيمين، هل ينتقل للسعوديه ولا تشيلسي ولا يبقى في نابولي. لكن ما حدث كان احتمال رابع لم يتصوره احد، فبعد اختيار اهلي جده للتعاقد مع توني ورفض اوسيمين للراتب المقدم له من نادي تشيلسي ورغبه نابولي في التخلص منه وتوفير راتبه بالاخص مع قدوم لوكاكو للفريق، ومع اغلاق سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى، تبقت خيارات محدوده امام اوسيمين، وهي الدوريات التي لم يغلق فيها سوق الانتقالات بعد، ومنها الدوري التركي. وبالفعل تسارعت المفاوضات بين نابولي وجالاتا سراي بطل الدوري التركي العام الماضي لينتقل اللاعب العملاق للنادي التركي في صيغه اعاره مجانيه بدون خيار الشراء، مع تحمل النادي التركي لراتبه بشكل كامل. اللاعب جدد مع نادي نابولي لعام اضافي مع وضع شرط جزائي في عقده قيمته 75 مليون يورو صالح للانديه غير الايطاليه في الصيف القادم. بس انا ما كملت فيما يخص نابولي، النادي باع مدافعه النرويجي ليو استغارد لنادي ستاد رين الفرنسي مقابل 7 مليون يورو، واعار لاعب خط الوسط الدنماركي لاند ستورم لنادي ايفرتون مقابل 2 مليون يورو، كما اعار لاعب خط الوسط السويدي يانس كاغوس لنادي ابسويتش تاون مقابل 1.5 مليون يورو، واعار المدافع البرازيلي ناثان لنادي ريال بيتيس مقابل مليون يورو. اعاره النادي لم تتوقف، حيث اعاروا المهاجم المغربي وليد شديرا لنادي اسبانيول، والظهير الايمن زانولي لنادي جنوا، ولاعب الوسط جيان لوكا جايتانو لنادي كالياري، والمهاجم جوسيبي امبروزينو لنادي فروزينوني، في حين خسر النادي لاعبا وسطه البولندي زيلينسكي لنادي الانتر والالماني دييغو ديمي لنادي هيرتا برلين بشكل مجاني. في المجمل بلغت قيمه تعاقدات نادي نابولي خلال السوق الحالي 150 مليون يورو دفعها، في حين بلغت مبيعات النادي 11 مليون يورو فقط، صرف سلبي قيمته 39 مليون يورو. شوفوا بصراحه برايي نابولي بياخد تقييم 8.5 من 10 على سوق الانتقالات الحالي، كان ممكن توصل ل 9.5 لو حافظوا على اوسيمين. وكمان بعتقد ان اسلوب كونتي يستحق لاعبين افضل الاطراف، فكونتي يعتمد على ظهيرين هجوميين زي ما كان يعمل مع تشيلسي، موزيس على اليمين والونزو على الشمال. طيب تعال نتكلم عن الانفاق المبالغ فيه. لما نحكي الانفاق المبالغ فيه فلا صوت يعلو على صوت تشيلسي، لا يوجد نادي افضل من تشيلسي للحديث عنه الان، النادي الاكثر انفاقا في انجلترا والذي لا يتوقف عن شراء وبيع اللاعبين مع الاداره الامريكيه الجديده، مش عارفين يرسوا على بر، تعابون ورب الكعبه. انضم حديثا الى غرفه تبديل الملابس المزدحمه الجناح البرتغالي بيدرو نيتو من نادي وولفرهامبتون مقابل 60 مليون يورو، والجناح البرتغالي الاخر جواو فيليكس من نادي اتلتيكو مدريد مقابل 52 مليون يورو. النادي لم يكتفي بهذا، لكنه استعار كمان الجناح الانجليزي جادون سانشو في اخر لحظات الميركاتو، مع وجود الزاميه الشراء تفعل تلقائيا اذا انهى النادي الموسم في المراكز ال14 الاولى من جدول ترتيب الدوري. طيب في خط الوسط تعاقد النادي مع لاعب خط الوسط الانجليزي كيرنان دوسبري هال من نادي ليستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، وعمري كيلمان من نادي استون فيلا مقابل 22 مليون يورو في صفقه عليها علامات استفهام كثيره، وهل تحتوي على بعض التلاعب ولا لا. النادي تعاقد ايضا مع المهاجم الاسباني مارك جويو من نادي برشلونه مقابل 6 مليون يورو، والحارس الدنماركي فيليب يورجنسن من فياريال مقابل 24 مليون يورو، والظهير البرتغالي ريناتو فيجا من بازل السويسري مقابل 14 مليون يورو. كما تعاقد تشيلسي مع المدافع الانجليزي توسين ادارابيو من نادي فولام بشكل مجاني. تشيلسي لم يكتفي بهذه التعاقدات للفريق الاول، فالنادي واصل سياسته في الاستثمار في المواهب من اجل المستقبل، والذين سيقضوا هذا الموسم في اعارات في الاغلب مع انديتهم، حيث تعاقد النادي مع المدافع الارجنتيني ارون انسيلمينو من نادي بوكا جونيورز مقابل 16.5 مليون يورو، والحارس البلجيكي مايك بيندرز من نادي جينك مقابل 20 مليون يورو، والظهير الايسر الامريكي كايل بوايلي من اتلانتا مقابل 10 مليون يورو، والجناح البرازيلي ويليان استيفاو من نادي بالميراس مقابل 34 مليون يورو. يا عفو الله شو هالمبالغ. سوق تشيلسي في البيع كان كمان حافل، مع رغبه النادي في تخفيف قائمته والتي وصلت ل 48 لاعب في بعض الاوقات. تشيلسي باع ظهيره الايسر ايان ماتسن مقابل 44.5 مليون يورو لنادي استون فيلا، وباع كونور جالاجر مقابل 42 مليون يورو لنادي اتلتيكو مدريد، وباع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لنادي نابولي مقابل 30 مليون يورو، وكذلك الجناح الجامايكي عماري هوتشينسون والذي تم بيعه لابسويتش تاون مقابل 23 مليون يورو، كما اكتمل انتقال لويس هال الظهير الايسر لنادي نيوكاسل مقابل 28 مليون يورو، والجناح البرازيلي انجيلو جابرييل لنادي النصر السعودي مقابل 23 مليون يورو، وكذلك تم بيع الجناح البرتغالي موريرا لنادي ستراسبورغ الفرنسي مقابل 2 مليون يورو، وتينو انغورين لنادي امبولي مقابل 800 الف يورو. النادي رحل عنه ايضا عدد كبير من اللاعبين بشكل مجاني، ابرزهم النجم البرازيلي الكبير تياغو سيلفا العائد للبرازيل وبالتحديد لنادي فلومينينزي حيث انطلق، وحكيم زياش لنادي جالاتا سراي، وملانك سار لنادي لانس الفرنسي، في حين تمت اعاره كل من رحيم ستيرلينج لارسنال، كيبا لبورنموث، بيتروفيتش لستراسبورغ، تشالوبا لكريستال بالاس، واوغو تشوكو لساوثهامبتون،
أرماندو بروخا لنادي إيفرتون، وبشير هومفريس لبيرنلي، وجيل كريست لشيفيلد، وسلونينا لبارنسلي. أكثر من 20 لاعب رحلوا عن الفريق هذا الموسم، بعضهم سيعود الموسم القادم، لكن الأغلبية لن تعود. تشيلسي أنفق، حاب تسمع الرقم، 295 مليون يورو هذا الموسم، وباع لاعبين بقيمة 198 مليون يورو، رقم منيح كثير، ليحقق صافي صرف سلبي بقيمة 97 مليون يورو. تقييمي لسوق انتقالات تشيلسي هذا الموسم هو 3/10. فعلى الرغم من كثرة التعاقدات، لكن النادي لم يتعاقد مع مهاجم هداف ولا حارس من النخبة ولا قلب دفاع صلب بعودة تياغو سيلفا. كما فيش للنادي في تسويق بعض لاعبين مثل المهاجم داترو فوفانا وبين تشيلويل، وآخرهم المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن الذي فشل النادي في بيعه. 3/10 رقم متدني للغاية. بحب تشيلسي، بحزن لحاله، أتمنى له الأفضل. تزعلوش من جمهور تشيلسي. طيب ماذا عن ليفربول؟ ليفربول كان موسم انتقالاته مخيب لأمال جماهيره. خرج المدرب الأسطوري يورغن كلوب، اكتفى النادي بالتعاقد مع صفقتين، هما الجناح الإيطالي فيدريكو كيزا مقابل 13 مليون يورو زائد 3 مليون يورو إضافات، والحارس الجورجي الرائع ماماردش فيلي من نادي فالنسيا مقابل 25 مليون يورو زائد 5 مليون يورو إضافات، لكن السيوك من هذا الموسم معارا مع فالنسيا. وفي محاولة لتأمين مستقبل النادي، تعاقد الفريق مع الجناح الواعد ريون غوموها صاحب ال17 عام والذي انضم للفريق بعد نهاية عقده مع تشيلسي. اللاعب يعتبر من أفضل المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية. فيما يتعلق بالبيع، فنادي ليفربول مر بسوق هادئ أيضا. استطاع النادي المحافظ على محمد صلاح، لكنه باع مدافع هولندي دي سيب فان ديفنبرغ لنادي برينتفورد مقابل 23 مليون يورو، كما باع لاعب خط وسطه البرتغالي فابيو كارفاليو لبرينتفورد كمان ومقابل 23 مليون يورو، وباع لاعب خط وسطه بوبي كلارك لنادي ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 8 مليون يورو، بينما تمت إعارة كلا من ستيفن بايتيتش لاعب خط الوسط أعرون لسالزبورغ، وكذلك تمت إعارة بن دواك جناح الفريق لنادي ميدلزبرا، وإعارة الظهير الأيمن كالفن رامزي لويغان، وإعارة المدافع نات فيليبس لنادي ديربي كاونتي، في حين ذهب المدافع الآخر ريس ويليامز إعارة لنادي موركام، بينما رحل الحارس الإسباني أدريان بعد نهاية عقده بشكل مجاني لنادي ريال بيتيس، وكذلك غادر المدافع الكاميروني الكبير جويل ماتيب في انتظار تحديد وجهته القادمة. إجمالي ما صرفه ليفربول في هذه الانتقالات هو 38 مليون يورو، في حين حصل النادي على 54 مليون يورو من المبيعات، ليحقق النادي صافي صرف إيجابي ويربح في سوق الانتقالات مبلغ وقيمته 16 مليون يورو. تقييمي لسوق انتقالات ليفربول هو 6.5/10. يمكن شوي جاملتهم، النادي كان يحتاج لاعب ارتكاز ومدافع بديل لفان دايك مهاجم، لكن تعاقد مع حارس مرمى بالإضافة لجناح جيد مع أنه عائد من إصابة خطيرة. ولكن على ما يبدو أن جون هنري مالك النادي والذي أصاب كلوب بفقدان الشغف وجعله يترك تدريب الفريق يمكن يسعى لتكرار نفس التجربة مع سلوت، لأن السوق كان كثير هادي، وليفربول إذا أراد أن ينافس السيتي لازم يجيب لاعبين سوبر ستارز في كل المراكز. هذا هو تقييم الأندية 9 في حلقة اليوم. شوفوها، شاركوا بالتقييم، أظن عدلت وأنصفت. الحلقة متعبة، الخطأ فيها وارد، إذا أخطأت سامحوني، هذا اجتهاد المقل. لايك الحلقة الآن، اشترك معنا في القناة، شو بتنتظر؟ تابعوني في حساباتي الشخصية، يعني في حسابات شخصية بعلق على الأحداث مباشرة، واللي بحكي لما أصور ستوريات على المباريات ما بحكيه هون في اليوتيوب. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم.